بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ورضوان من الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان لأجل الملذات، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لغاية أسمى، ولكن لجهتين جعل الملذات، أو لعله لهاتين الجهتين. الجهة الأولى استمرار الحياة، يعني إذا الإنسان ما عنده شهوة الأكل يموت. الإنسان له شهوة الأكل يشعر بالجوع ويلتذ الطعام، لذلك يأكل، أكله استمرار الحياة. إذا الإنسان ما عنده شهوة المباشرة ما راح يتزوج، وفي ذلك انقطاع النسب. الزواج فيه هواي مشاكل، إذا ما كل لذة الزواج ما حد يزوج، الناس راح ينقطع. وهكذا بقية الشهوات، يعني الله سبحانه وتعالى جعل اللذة في أشياء استمرار حياة الإنسان في هذه الأشياء. الجهة الثانية الامتحان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مختارا. وين موجودات الله خالقها؟ الآن علم الأحياء الحديث لحد الآن يكتشف 6 ملايين نوع من أنواع الحيوانات، أكثرها طبعا من الحشرات. 6 ملايين نوع. هسه كل نوع كم ألف بي، كم مليون بي، كم مليار بي، كم 100 مليار بي؟ 6 ملايين. هذه من الأحياء التي نراها. أما الأحياء التي لا نراها مثل الملائكة، فالله سبحانه وتعالى خالق أصناف كثيرة. الملائكة مو صنف واحد، الملائكة أصناف كثيرة، 70,000 صنف حسب بعض الروايات، وكل صنف له شكل خاص به. الموجود الوحيد اللي الله سبحانه وتعالى حفاه بالعقل وبالاختيار من الأحياء على الكرة الأرضية هو الإنسان، والجن أيضا، الجن نوع آخر.
مختار انت عندك اختيار وامتحان لازم تمتحن. الحيوانات ايام في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى رحمها فخلقها في هذه الدنيا تنتهي وتموت، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى ايضا يحشرها، حتى اذا حيوان ظالم حيوان اخر يقتص منه ثم يصيرون تراب كلهم يمشي. هذه الرواية يقتص من القرنال الجماء، يعني اذا خروف عند قرون ظلما زين ظالم خروف ما على قرون، يوم القيامة يقتص منه ثم كلهم يصيرون تراب. ولذا في تفسير الآية حسب بعض الروايات ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني لما يشوفون ذول الحيوانات اللي حشرت ثم صارت تراب يقول يا ليت أنا هم جبنا الحيوانات أصير ترابا. دي الإنسان هو الوحيد إضافة إلى الجن من هذه الموجودات اللي مختار زين يمتحن. شلون يمتحن؟ وما يمتحنون الإنسان بشيء اللي ما يرغب إليه. إذا أكل طعام مثلاً متحفن خربان رائحة كريهة طعم سيء يقولون نمتحنكم، أي واحد ما يأكل من هذا الطعام يعطي جائزة وما حد يأكل صواب الله. شلون يمتحنون؟ يمتحنون الإنسان بشيء يرغب إليه يريده نفسه تميل إليه، هذا يمتحن. فلذلك الله سبحانه وتعالى لأجل هاي الجهتين، لعله الجهة الأولى استمرار الحياة والجهة الثانية الامتحان، جعل للإنسان الشهوات والملذات، وهذه الشهوات والملذات بين لها الطريق الصحيح. عندك شهوة جنسية تزوج، أنت تحتاج إلى طعام روح اشتغل حصل لك فلوس من الحلال اشتري كثير طعام، أو ازرع هذا الطعام حلال الله سبحانه وتعالى جعله لك. أما تروح تبوك لا، تنتهك أموال الناس لا، إلى طريق معين، وهذا الطريق المعين هو الطريق الصحيح. بعض الأحيان الناس إفراط، بعض الأحيان تفريط، هذا مذموم والشريعة بينت. الإنسان لم يخلق لأجل اللذة، هاي اللذة طريق لبقاء حياته للامتحان. الإنسان خلق لشيء أسمى، الجنة اللي هي الغاية القصوى والكبرى، زين هذه ليست لأجل اللذة، فيها لذة بس مو لأجل اللذة، مثل الدنيا فيها لذة بس مو لأجل اللذة. الآخرة بالجنة أكو حور أكو قصور أكو لحم طير مما يشتهون وفاكهة، ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون، لا يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ المكنون موجود في الجنة، اللذائذ التي لا تنتهي في الحديث الشريف فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كل شيء بالجنة موجود، جميع الرغبات موجودة بالجنة. طبعاً الإنسان يتكامل هناك فلا يرغب إلى شيء باطل، وإنما يرغب إلى شيء صح. شو شايفين الأطفال الصغار عندما يبدأون بالحبو؟ أي زبالة قدامه يشيله يخليه بحلقة، صح ولا لا شايفين؟ ليش؟ لأن مستواه العقلي ما يلتفت إنه هذا مو زين، لكن عندما يكبر شايف الواحد رجال مثلا كبير عاقل اذا شاف الزباله قدامه يشيلها يخليها في حلق الله. ليش؟ لان مستواه ارتفع. اذا الناس او بعض المؤمنين في الدنيا يرغبون الى بعض المحرمات لان المستوى هابط، بالجنه المستويات ترتفع، فالانسان لا يرغب الى شيء قبيح لان مستواه مرتفع، يعني يدري انه هذا قبيح. فكل شيء من اللذات موجود في الجنة، لكن الجنة لم تخلق لأجل اللذة. المؤمن أعظم من أنه يخلق لأجل اللذة. الآية تقول ورضوان من الله أكبر. مثلا في المثل
أنت والدك عزيز جدا عليك وتحبه. زين؟ هسه إذا والدك يعطيك فلوس مثلا تفرح أكثر لو أنت إذا تدري أن والدك راضي عنك. والدك اللي عزيز عليك. تعطاك مثلا فلوس. هذا أكثر تحبه لأنه تدري أن والدك راضي عنك. إذا والدك مو راضي عنك ويعطيك فلوس، أنت نفسيا مو مرتاح. إذا مو راضي منك ويعطيك. أما إذا راضي منك ما يعطيك شيء أصلا، بل أنت لازم تطيله. هذا أنت ترغب له أكثر. لأنه تحب والدك. وهو يحبك تشوف راضي عنك. على مدار التشريف وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى شيء آخر. المؤمن في الجنة يلتذ. لكن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه. هذا أكبر. يعني هو شنو رضوان الله؟ الله راضي عنه. أسأل فتح كلام يسمر من القرآن أن رضا الله سبحانه وتعالى هو ثوابه. بس الثواب قسمين، أكو ثواب مادي وأكو ثواب معنوي. الثواب المعنوي أكثر أهمية من الثواب المادي. رضوان من الله يعني الثواب المعنوي. زين شنو هذا الثواب المعنوي؟ هذا كلامنا هنا. هذا الثواب المعنوي شنو هو؟ أكو في الحديث الشريف محمد ابن مسلم، وهذا من فقهاء أصحاب الإمام الصادق، لأن أصحاب الإمام الصادق درجات. الدرجة الأولى فقهاء أصحاب الإمام الصادق، هم ست نفرات. واحد منهم محمد ابن مسلم الطائفي، من أهل الطائف، كان طائف هي قريب المدينة. هذا كان من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام. سمع الإمام الباقر يقول أن الله عوض لحسين من قتله أن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته، استجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. الإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين حسب الروايات. بس ليش الأئمة صاروا من ذرية الإمام الحسين مو من ذرية الإمام الحسن؟ تعويض للإمام الحسين عن استشهاده. تلك الطريقة البشرة. زين سمع من الإمام الباقر شفاء في تربته، استجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. لأن الإنسان الفقيه اللي مرتبط بالأئمة كل يوم يشوف الإمام يزداد علمه، مستواه يرتفع. ما كان في باله سؤال يسأله من الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. لذا بعدين في زمان الإمام الصادق سمع نفس هذا الكلام من الإمام الصادق، إجا هذا السؤال في باله يسأله من الإمام الصادق. يقول للإمام الصادق هذه خلال أو خصال تنال بالحسين عليه السلام. يعني أنت تصير مريض تأكل التربة أنت تشفى، هذا النفع صار لك. فلان عنده حاجة يروح تحت قبة الإمام الحسين يدعو دعاء يستجاب، هذا دعاء يستجاب حاجة تقضى. الأئمة من ذرية الإمام الحسين يعني الإمام زين العابدين صار إمام، الإمام الباقر صار إمام، الإمام الصادق صار إمام، الإمام المهدي صار إمام، هذول من ذرية الإمام الحسين. طبعاً هم هم من ذرية الإمام الحسن، لأن الإمام زين العابدين تزوج بفاطمة بنت الحسن، والإمام الباقر منها، يعني هم هو حفيد الإمام الحسن هم حفيد الإمام الحسن. زين ذولا صاروا أئمة، ذولا صاروا أئمة، خلال أو خصال تنال بالحسين، فمال الحسين في نفسه هو شنو حصل؟ هو القدر. أنت بتحصل حاجتك، أنت مريضك يطيب،
أولاده صاروا أن هو شنو حصل؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أن الله ألحقه بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن الرسول أفضل من الأئمة. وهذه الفضيلة تقتضي أنه درجة تكون أرفع منهم في الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى كل إمام ألحقه بدرجة رسول الله بطريقة. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهاده الله سبحانه وتعالى عوضه بأن ألحقه بدرجة رسول الله. هاي الرواية معروفة، إن لك درجة لا تنالها إلا بالشهادة. شنو هي هاي الدرجة؟ الدرجة هي درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا من بركات الإمام الحسين عايشين، حوائجنا تقضى، أمورنا كذا، إن شاء الله يشفع لنا في الآخرة. بس هو شنو حصل؟ التحق بدرجة الرسول في هذه الآية في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني مو أنه نقص درجة الرسول حتى الإمام الحسين يصير وياه في درجة واحدة، لا، الرسول درجته بس هذا نلحقه بذلك، يعني هذا نرفعه مو ذاك ننزله. هذا بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. زين، هسه نجي إلى موضوعنا. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقضي حاجة المؤمنين به، وهو عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى عوضه عن كل ما لاقاه. السلام بين قوسين نذكر ما دام ذكرنا هذا حتى نرجع إلى موضوعنا. عقب الأحاديث أنه في يوم عاشوراء الملائكة ثلاث مرات نزلوا على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، 4000 من الملائكة. المرة الأولى نزلوا قبل بدء القتال، قالوا الله سبحانه وتعالى أرسلنا إليك، إحنا ننصرك بضربة عين مبيد الأعداء. نفس 4000 أو من 4000 اللي أرسلهم في يوم بدر نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تشريف للإمام الحسين كان. إذا تريد نرفع البلاء عنه، بس الإمام الحسين يدري أن الله سبحانه وتعالى يريد شهادة له. صحيح يشرف يقول له إذا تريد نرفع عنك هذه المصيبة، يدري أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر، لذا قال ناصر. صعدوا إلى السماء مرة ثانية، الله أرسلهم. فش وقت نزلوا على الإمام الحسين؟ في الوقت الذي كل الأصحاب كانوا مستشهدين، هو الإمام الحسين واحد. فقالوا للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: مو الدرجة اللي الله كان يريد يوصلك إليها؟ هذه الدرجة وصلت إليها حتى لو أنت ما استشهدت، لكن هاي الدرجة أنت وصلت إليها، لذا نرفع عنك الاستشهاد ونبيد الأعداء، والدرجة أنت تحصلها. مثل قضية إبراهيم عليه السلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا بني افعل، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلموا للجبين، يعني أيام حتى يذبحه، فلما أسلم يعني سلموا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى بدون اعتراض، فلما أسلم وتلموا للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت. يعني الامتحان اللي الله كان يريد يمتحنك، والدرجة اللي كان يريد يوصلك إلى تلك الدرجة اللي هي درجة الإمامة، اللي هي أرفع درجة من النبوة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال هاي الدرجة وصلت لها حتى لو أنت ما ذابح ابنك، بس أنت نجحت بالامتحان. نفس الشيء بالنسبة للإمام الحسين، خلاص أنت نجحت بالامتحان، والنتيجة الدرجة أنت وصلت لها،
فنرفع عنك الاستشهاد ونلقي الأعداء. فشنو جواب الإمام عليه السلام؟ الإمام قال لا خير في الحياة بعدها ولا إشهاد. صحيح أنت أنا الشيء اللي الله يريده اللي حصلته الدرجة أسمعت أن الفضل على الله سبحانه وتعالى وما يريد الله إلا أخير في الحياة ما يريد. هم صعدوا الله مرة ثالثة أرسلهم وصلوا بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا حول قبر الحسين إلى يوم يظهر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. شعث غبر، غبر يعني واحد عليه غبار، شعث يعني ما مشط شعره، كناية عن أنه الاستعداد التام إلى أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وينصرونه. لأن هالفترة 1000 سنة، 1500 سنة، 2000 سنة هذا يشكر الإمام يظهر. كيف شغلتهم؟ شغلتهم أنه يصلون تراب صلاة لزوار الإمام الحسين. إذا واحد من زوار الإمام الحسين مات خلال سنة، يعني زار الإمام الحسين إلى سنة، خلال هاي السنة مات، يشتركون في تشييعه في تدفينه زين، وهكذا الروايات مبينة. فشغلتهم ترتبط بزوار الإمام الحسين هاي سنوات إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى. هذا بين قوسين ذكرنا. هسه نرجع إلى موضوعنا. رضوان من الله أكبر. ثواب معنوي، شنو هو هذا الثواب المعنوي؟ يمكن نستفيد من حديث آخر. أكو في حديث أنه ألذ شيء لأهل الجنة. شنو هو؟ أكثر شيء يرغبون فيه. يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يسبح الله أن أهل الجنة. صحيح ماكو تكليف، لكن أكو عبادة في الجنة. وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون، هذا مو بالدنيا فقط، حتى بالآخرة أكو عبادة. هو مو مكلف لكن يعبد الله. الآية تقول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد لله رب العالمين هو عبادة، بس مو شرط عبادة تكون فقط صلاة، ذكر الله عبادة. فأهل الجنة أيضا لهم عبادة، لكن عبادة نوع آخر، مو مثل عبادتنا في الدنيا. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يسبح الله سبحانه وتعالى تسبيح، وأهل الجنة يستمعون إلى هذا التسبيح. الإمام الحسين سبحانه سبحانه هذا التسبيح أهل الجنة يستمعون. بعد لا فكر حوم، لا فكر قصوم، لا فكر لحظة ما يكون. هذا لعله هو الرضوان الأكبر من الله سبحانه، لأن الرضوان الأكبر هم ثواب معنا، لأن الله مو مثلنا. عند رضا مثل رضانا، غضب مثل غضبنا، لأن رضانا وغضبنا حالة نفسية. الله سبحانه وتعالى ما له حالات نفسية، منزه عن ذلك. فرضاه ثوابه وغضبه عقابه. فإذا الإنسان ويا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا. المفروض أنه إحنا ما دام أهل البيت الله سبحانه وتعالى جعلهم رحمة لنا. أكو بالحديث الشريف الله سبحانه وتعالى عندما خلق نور محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام على محمد وآل محمد خلقه من نور عظمته. عظمة الله يعني الله خلق النور من عظمته، فخلق من هذا النور أرواح الرسول وآل الرسول. طبعا فاطمة الزهراء سلام الله عليها خلقها من نور آخر، هذا الشيء من خصائص فاطمة الزهراء سلام الله. فجعلهم حول العرش محلقين. حبيب من مظاهر الأسد رضوان الله تعالى عليه يسأل الإمام الحسين أنتم شنو كان شغلتكم قبل ما أن يخلق الله الخلق؟ قال كنا نعلم الملائكة التسبيح والتهليل، يعلمون الملائكة العبادة. مكانهم حول العرش، إيش جابهم للدنيا؟ رحمة للمؤمنين. الله يريد يرحم المؤمنين
أنزله أو العالي لهذه الدنيا رحمة للمؤمنين، فهم رحمة للمؤمنين مو فقط للمؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل العالمين. الآن كل العالم يعيش ببركات الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر، لولا الإمام لساخت الأرض. الله سبحانه وتعالى مثل ما جعل أسباب مادية جعل أسباب معنوية. ليش هاي الكرة الأرضية نقدر نعيش فيها؟ لأنه أقول نظام الجاذبية. إذا ما كان نظام الجاذبية الأرض ما كانت قابلة للسكنة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني قابلة للسكنة. لو ما هو نظام الجاذبية النظام الكوني كان يختل، فماكو حياة. هذا شيء مادي. من جعل نظام الجاذبية؟ الله سبحانه وتعالى. وهناك أسباب معنوية هي الأسباب الأصلية. نظام الأرض السبب الأصلي في حفظه الله حفظه عبر الإمام. يعني الله جعل هذا السبب. فبركاتهم على كل أهل العالم وعلينا أيضا. جلكم الحديث الإمام يقول إحنا راح نشفع لكم. الابن أبوي يقول له أنت لا تخجلني قدام الناس، إذا سويت محسورة أنا أجي أولعك بس لا تخجلني قدام الناس، صح لو لا؟ إذا ابن سوف المحسورة بالنتيجة الأول يتحمل، إذا غرامة يروح يدفع غرامة، إذا وجاع يروح يستعمل وجاع كذا، راح يخلص ابنه ما راح يتوقع، بس يقول له أنت لا تخجلني قدام الناس. بنفس هذا المعنى أكو في حديث يقول إحنا راح نشفع لكم، بس أنتم شوي صعبون. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أهل البلاغة يقول ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذا بد ابن طائش نشوف الأبو دائما يحترق يحرق دمه، ليش ابن طائش؟ يقول أنا أريد أن أنت تصير دكتور، أنت تصير مهندس، أنت تصير شخصية اجتماع كذا، أنت بهاي تصرفاتك ما تبقى إنسان عادي، ليش الأبو يحرق دمه على ابنه؟ بس إلى ابن صار ابن مؤمن متدين بس واحد عادي عطال بطال قاعد بالبيت، ليش الأبو يحرق دمه؟ يقول أنا أريد أن تصير درجة راقية، أريد أن تصير دكتور مهندس شخصية كذا، ما يمكن تكون فد واحد عطال بطال. لأنهم يردون من نفس الشيء، يردون إحنا نوصل إلى الدرجات العالية في الجنة. فد واحد كان يقول واحد يقول أنا أن تدخل الجنة ولو أنه كانت مثلا الدرجة الأخيرة في الجنة. زين أنت إذا تقدر تكون في الدرجة الأولى، إيش تصير في الدرجة الأخيرة؟ مثل واحد بنبري، واحد يقول أنا أحصل مليون ألف دينار فيه. يقول زين أنت تقدر باليوم تحصل مليون دينار وبسهولة، ليش ما تحصل؟ ولكن أعينوني الورع. أكو في الحديث الشريف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أخو واحد من المؤمنين شوية هي بتزين كذا فلان، قال له شوف مسند جعفر يعني والد الإمام مسند جعفر الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة أمره بالصوم تعليل طبعا يعني أمره بالعبادة، قال له عمر كله بالعبادة والطاعة. الله ما رفع العبادة عن موسى بن جعفر، لازم يصلي واجب عليه، لازم يصوم، لازم يلتزم بالشريعة، زين؟ وما لهم كل المستحبات وكذا اللي هم مو واجب لهم كان يأديها. الله ما رفعها عن موسى بن جعفر، يرفعها عنك لعل أنت أكرم على الله من موسى بن جعفر، قال له يصلي أنت قال لك لا تصلي، لو إذا ما صليت مو مشكلة. لا واحد لازم يلتزم. الله كريم صحيح الله كريم، بس الله حكيم. احنا اللي ندعي اننا اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لازم نكون اتباعهم. كلمه الشيعه شو هي معنى الشيعه؟ وان من شيعتي لابراهيم. الشيعي يعني التابع المشايع عامه للمشايع تابع. إذا أنا متابع اسمي شيعي،
واقع بالواقع مش يعني يا رب الحديث قال أنا من شيعاتكم قال لا لا تكون أشيكي كل عائلة محبيكم إلى صلاتك صومك حجك دخل مرضو عليك مستقبلك معاملتك ويا الناس كلها فيها خلل شلون تقول علي تعالوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يشفعون للمؤمنين لكن واحد يسهل المهمة عليهم من جهة أخرى في حديث آخر هذا نكمل كلامنا فيه يقول الله سبحانه وتعالى إذا شاف المؤمن أذنب هو المؤمن أذنب الله يحبه من يجي آخر عقابه إلى الآخرة لأن عقاب الآخرة شيء لا يتحمل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الله حتى هذا الإنسان لا يعاقب في الآخرة بالدنيا يعاقب الإنسان مؤمن بالدنيا يعاقب أكو بالحديث أنه إذا ارتكب المؤمن ذنبا الله سبحانه وتعالى ينزل عليه البلاء في الدنيا حتى يصفيه وحتى إلى بعض الذنوب البسيطة جدا بحيث أنه أكو بالحديث أنه يشوف منام سوء يخترع بالنوم يخترع بالنوم وهذا بعض الأحيان عقوبة لذنب ارتكبه حتى الله يصفي إذا لا الذنب كان بطريقة اللي ما يكفي عقوبته بالدنيا الله سبحانه وتعالى يصعب عليه سكرات الموت لحظة الموت يشوف واحد يموت موت سهلة كشم الريحان يعني الولد يشتبس واحد يموت موتة صعبة يصعب عليه سكرات الموت وإذا الذنب كان بشكل لا ما يكفي هذا بالبرزخ يصعب عليه بالبرزخ وإذا الذنب كان أكبر وأكثر في المحشر قبل القيامة وإذا كان أكبر مع في نار جهنم لازم يبقى فترة حتى يصاب فإذا مؤمن أذنب الله سبحانه وتعالى في المحل ولا يبتلي بالدنيا لذلك في الحديث البلاء للولاء بعض الأحيان الله يبتلي ناس حتى يرفع درجاتهم مثل بلاء الأنبياء والأئمة معصومين ما عندهم ذنب بس ليش الله يبتليهم حتى يرفع درجاتهم وأحيانا البلاء عقوبة هذا أذنب الله يعاقبه إذا أشوف المؤمنين في كل مكان أكثر الناس بلاء ليش؟ كل الناس تذنب بس دولا في أثنانهم فيه الله يحكي عقابهم إلى يوم القيامة لكن المؤمن بس ما يذنب الله يعاقبه ليش؟ لأن الله يحبه يريد يصفيه وكل ما كنا مؤمنين أكثر الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا بعين رحيمة أكثر يرفع البلاء فنستفيد من هاي الفرص هاي الرحمة اللي الله سبحانه وتعالى أهل البيت الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله جعلها رحمة لنا جعلهم رحمة لنا تستفيد من هاي الرحمة بالتوجه إليهم بمتابعتهم بالالتزام بما أمروا بطاعتهم بزيارتهم التضحية لأجلهم الحمد لله موجود هذا لكن الإنسان يكثر حتى درجات تكون أرفع نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين ببركة محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الفتح